قلبي بيدمي لما بسمع الأخ مندوب فلسطين هو بيتكلم عن قرارات أحاديت الجانب اللي بتتخذ من العالم والأمة العربية واقفة ما بتعملش حاجة. هو ده يمكن بيت القصيد اللي الأسباب الحقيقية اللي خلت بعض الناس تتجرع ومرة يتكلموا عن القدس ومرة يتكلموا عن الضفة الغربية والمستوطنات. الحقيقة حاجة مخزية لاحتلال بيغتصب أرض علنا وما فيش حد في العالم كله قادر يقول له حاجة. حقيقة هيجي الوقت الإرادة لن يثنيها أبدا أي فعل أحد الأجانب، وحيجي اليوم وحيسجل التاريخ إن شاء الله الإرادة العربية والإرادة الفلسطينية هتحرر فلسطين في يوم من الأيام مهما كان الثمن بإذن الله.